معنا مشاهدينا عبر سكايب من مدينة غازي عنتاب التركية الكاتب والمحلل السياسي السوري سيد حافظ قرقوط. مرحبا بك سيد حافظ. نبدأ من مقتل 45 شخصا بقصف سوري روسي على مدينة دوما تزامن مع مطالبات المعارضة بتسليم سلاحها، كيف تتوقعون مستقبل هذه المدينة دوما مع هذه الأحداث؟ تحية لكم. طبعا التغطية الروسية واضح لأنه اليوم رجع صاعد وقصف الغاز الكلورستام، ولحد هلق صار في تقريبا 1000 إصابة بذلك، وفي أيضا من عدد من الشهداء اللي وقعوا بقصف البراميل وقصف وغارات هائلة، كان عددها اليوم على مدينة دوما مكثفة ومركزة مع صواريخ وقصف مدفعي. أيضا بقيت عدد من الشهداء في الأرض، لا يستطيع الدفاع المدني ولا أي أحد الوصول إليهم بسبب كثافة القصف. فجاء القصف الآخر بالمواد الكيميائية أو بالغاز السام حتى استهدف أحد المراكز الطبية أيضا، ويعني أشبه بيوم القيامة كان بتلك البلدة. هناك الدفاع المدني والأهالي يحاولون إنقاذ من أصيب بالغازات السامة. أعتقد أن مستقبل هذه المدينة مع تخلي العالم على عن أخلاقياته وعن حماية المدنيين ترك بين أنياب الروس وأنياب نظام الأسد والإيرانيين، وهؤلاء يعني برقبتهم آلاف الجرائم لن تفرق معهم جريمة أخرى. وطالما أن هنالك لا توجد محاسبة في العالم، لا في مجلس الأمن ولا في أي منظمات أخرى، فتصبح هذه الدول عمليا أشبه بدول مارقة، ثلاث دول طبعا، إيران ونظام الأسد وروسيا، بطريقة التعامل بالحروب طبعا وعدم احترامها لا مواثيق دولية ولا معاهدات ولا قرارات ما في القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن. أعتقد أن دوما حتى الآن متروكة لمصيرها للأسف، وأعتقد بأن هذا التصعيد بسبب رفض الأهالي الخروج من مدينتهم. حتى الآن الاتفاقات، يعني امبارح قيل لنا بأن هنالك حافلة وجدت لم يصعد إليها أحد. أعتقد بأن الناس تخشى بأنها إذا رحلت لن تعود إلى مدينتها بعد فترة. وسط هذه الأحداث، وزارة الدفاع الروسية أكدت استمرار المفاوضات مع قادة جيش الإسلام، كيف ترى موقف جيش الإسلام في هذه المفاوضات؟ أنا لا أستطيع أن أتكهن عن موقف جيش الإسلام، يعني بالأساس أنا هذه الفصائل الإسلامية حتى الآن لم تتعامل مع الوضع بطريقة وطنية، ما زالت تتعامل بطريقة المغانم السياسية حتى هذه اللحظة. وحتى هذه اللحظة أيضا لم تصارح الأهالي في دوما، تركتهم يعرفون الأخبار أو يتابعون الأخبار من خلال الإشاعات التي يبثها نظام الأسد، وحتى ما رماهم من منشورات عبر الطيران المروحي على المدينة. بعض العائلات هنالك مربكة، طبعا هنالك عدد كبير، طبعا عشرات الآلاف وأكثر من 100,000، أظن أن لا يوجد إحصائية دقيقة، بس حكما أكثر من 100 أو 150,000 موجودين في هذه المدينة. من الصعب أن تصل الأخبار مع غياب قطاع الاتصالات إليهم في كل مكان وفي كل بيت، لكن يفترض على جيش الإسلام أن يتعامل بشفافية بشكل أو بآخر، أن يوصل المعلومات، لا يترك الأهالي عرض شائعات بأن قد يرحل مقاتلو جيش الإسلام ويتركونهم لمصيرهم، أو قد يستسلمون للنظام أو قد يدخل النظام. يعني امبارح كانت هناك إشاعات عن دخول الحرس الجمهوري، والحرس الجمهوري لم يدخل حقيقة، لكن سبب إرباك بين السكان هذه الإشاعات. أعتقد بأنه يجب على جيش الإسلام أن يكون أكثر وضوحا أمام العالم وأمام الأهالي دوما. طيب، الجيش التركي الآن أقام نقطة مراقبة جديدة في مدينة حماة، إلى أي مدى يمكن أن يحيي ذلك اتفاق خطب التصعيد؟ بالتأكيد يعني لن يدخل الجيش التركي إلى هذه المنطقة في ريف حماة لولا أن هنالك شيء ما كان في القمة الثلاثية التي جرت في أنقرة خلال الأيام الماضية. يفترض بأنه، وخاصة بأنه يعني كان ممكن أن تقصف بشكل أو بآخر أو يتم الاعتداء عليها بألغام أو ما شابه من قبل نظام الأسد أو الميليشيات الأخرى، لكن دخلت بكل هدوء ووضعت نقاطها. إذا كان ذلك فهذا لمصلحة الشعب السوري. تركيا دولة صديقة وشقيقة، ولم وهي حتى الآن بكل ما أنجزته في الشمال السوري حمت المدنيين واستوعبتهم، بالإضافة طبعا إلى ما تقدمه من مساعدات عينية وغذائية للمواطنين. إذا كانت تركيا هنالك نقاط مراقبة، قد يطمئن الأهالي أكثر من أن من غارات الروسي الذي لا يرحم، وكلنا لاحظنا الأسبوع الماضي كيف قصف أكثر من منطقة في مدينة إدلب المحاذية طبعا لهذه المنطقة.
إلى أي مدى ستؤثر هذه القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية ستؤثر في المراوغة الأمريكية بشأن مستقبلها في سوريا؟ يعني حتى الآن أمريكا غير واضحة، حتى هذه اللحظة التي تسألني بها لا يمكن لأي سوري أن يتخذ موقف من أمريكا، لا من أيام أن كانت كلينتون وزيرة خارجية ثم خليفتها وانتهاء عهد أوباما إلى بداية عهد ترامب، وحتى هذه اللحظة من عهد ترامب لا يمكن أن نأخذ قرارا واضحا. في الصبح تتكلم شيء أمريكا، في المساء شيء، كنا نأمل بأن أمريكا منذ أن دخلت إلى العراق سابقا يعني قبل أكثر من 15 عاما حتى هذه اللحظة أن تقدم صداقتها لشعوب المنطقة، لكن للأسف مهدت الطريق لإيران لتدخل المنطقة وتنسك على أعناق السوريين والعراقيين، وحتى نخشى بأن المنطقة كلها ستترك إلى مصيرها إذا بقيت أمريكا في هذه كمان المغمرة السياسية. أشكرك شكرا جزيلا مدير غازي عنتاب التركية سيد حافظ قرقوط المحلل السياسي السوري.